ضمن فعاليات المؤتمر العلمي 17 للرعاية الطبية وبعد غيابه لسنوات، افتتح المعرض الدولي الطبي برعاية وزارة الصحة وجامعة دمشق وتنظيم شركة المتحدة للمعارض على أرض مدينة المعارض. هو فرصة للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الشركات العارضة، منها المحلية ومنهم الممثلين والمندوبين عن شركات عالمية. أيضا المحاضرات ستكون على مستوى عالي، يشارك بالمحاضرات اللي تشمل جميع المحاور الطبية الصيدلانية، أيضا الهندسة الطبية. هذا الأمر يعني هو نتيجة لتقديم أحدث وكل ما توصل إليه العلم الحديث لرعاية الصحة للمواطن العربي السوري وتقديم أعلى درجات الخدمة الطبية للمواطن وللمرضى. معرض للتجهيزات الطبية عم يقدم أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا التجهيزات الطبية في العالم. بالرغم من ظروف الحصار الاقتصادي عم نشوف عينات من هذه التجهيزات، سواء كانت تجهيزات طبية أو صناعات دوائية، فهذا عم يقدم حقيقة للزملاء في العلوم الطبية سواء كانوا أطباء أو أطباء أسنان أو صيادلة مجمل ما أنتجته تكنولوجيا المعلومات في هذا الإطار، وبالتالي فرصة لكل الزملاء أن يطلعوا على مثل هكذا تجهيزات في أرض الوطن. المعرض الحقيقة كتير مهم بعد انقطاع من عام 2010 حتى اليوم. آخر معرض عقد كان بحزيران 2010، حتى تاريخه يدل على تعافي مبكر، له أهمية علمية، مواضيع أبديتنج، حضور العارضين بتجهيزات حديثة، أيضا يثلج الصدر ويشعر أنه إن شاء الله البلد جاي على أحلى إن شاء الله. المؤتمر تضمن محاور ونقاشات عملية لعدة أطباء وأساتذة جامعيين، ومعرضا للتجهيزات والمستلزمات الطبية لعدة شركات محلية ودولية في سبيل تطوير السوق الطبي وتبادل الخبرات العلمية والهندسية. Yes, we are very happy to be here as نحن سعيدين انه نكون نحن ممثلين البافيليون النمساوي واللي مشاركين عن ست شركات من النمسا مهتمه بالعرض بسوريا حاليا. الشركات المشاركه معنا هي شركات صناعات الادويه وشركات طبيه. هالشركات بتقدم العديد من الخدمات من تصنيع الادويه اضافه للتكنولوجيات الجديده بالمعدات الطبيه، من معدات سمع، معدات مساعدة على المشي حتى. نحن كتير سعيدين انه هي للمرة الأولى من سنوات، بعتقد من قبل الأزمة يمكن من 2011، بنرجع لهالنقطة هي لنعيش حالة افتقدنا لها لفترة كتير طويلة. ونحن ككلية صيدلة بجامعة دمشق جزء يعني ومساهمين بهذا النجاح إن شاء الله. هذا المؤتمر الحقيقة تظاهرة طبية علمية مهمة يجمع فيه الكثير من الشركات الطبية التي تقدم أحدث ما توصل إليه الخدمات الصحية بمستوى الأدوية، زائد الشركات التي تقدم أحدث ما هو متوفر بالأجهزة الطبية بأشكالها المختلفة. المؤتمر يستمر لخمسة أيام بحواراته ونقاشاته العلمية، ويثبت أن مسيرة العلم والعمل لم تتوقف في سوريا رغم المصاعب والضغوطات بفضل إرادة أبنائها وتصميمهم.